فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الذي يقول هل فتوى أهل البلد معتبرة فعلى هذا لا يجوز مخالفتهم؟ إذا كان أهل البلد على قول من الأقوال لم يظهر ما يخالفه من الأدلة فلا تجوز مخالفتهم، لأن هذا شذوذ. إذا كانوا على قول من الأقوال الفقهية ولم يظهر في الأدلة ما يخالف هذا القول، فإنه جمعا للكلمة تكون معهم على هذا. نعم. أما إذا كان مخالف للدليل فلا قول لأحد مع الدليل. نعم.